بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين، واحنا مطمنين بلدي يا بلدي، بلدي يا بلدي، بلدي.
كورال جامعة المنصورة، الصورة المبهجة والابتسامة الحلوة اللي احنا شفناها مع حضراتكم والأصوات يعني الرائعة اللي احنا سمعناها. الحقيقة يمكن احنا شفنا المشهد ده والصورة دي فين قبل كده؟ يوم الخميس اللي فات تحديدا في فعاليات افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مدينة المنصورة الجديدة بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شفنا مشاركة متميزة لفريق كورال المنصورة، والحقيقة كانت مشاركتهم كانت غنية جدا، وكانت فعلا يعني فرحتنا ان احنا عندنا جيل من الموهوبين بيؤدوا بهذا الأداء الهايل والتمكن اللي احنا شفناه، ولسه كمان سنهم صغير ويمكن لسه في جامعات زي ما احنا بنتكلم مع حضراتكم. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن كورال جامعة المنصورة من ضيوفي المنوريني في برنامج التساعة، دكتور عمرو المرسي مدرس الأداء الأوركسترالي كلية التربية النوعية، ايضا دكتور ضياء عبد الكريم مدرس المهارات الموسيقية كلية التربية الطفولة المبكرة ومايسترو فريق كورال. منوريني، بحييكم. والحقيقه يمكن وانا بسمعهم كنت معاكم في الاستوديو قاعدين انا وحضرتك. ايوه صحيح، مستمتعين وناسيين بقى كل حاجه. صحيح صحيح، وحتى الجو فيه ايجابيه حلوه قوي، طاقتهم حلوه قوي ما شاء الله. صحيح، بس عايز اعرف بقى من البدايه، يعني الناس متخيله انه ممكن يكون كورال جامعه يعني مجرد ان طالب بيقول انا عايز اغني، والله انا صوتي حلو فبيدخل الكورال. واضح واحنا بنتكلم مع حضرتك من شويه يمكن قلت لي لا الموضوع مش كده خالص، والموضوع مختلف تماما وفي صحيح. تدريب صحيح. والاولاد بيتلقوا التدريب، وتدريب مش بسيط. كلمني اكتر بقى. هقول لسيادتك، احنا عندنا في جامعه المنصوره في عندنا اداره النشاط الفني. الاداره دي فيها جميع يعني الانشطه الفنيه في مختلف انواعها، يعني من ضمن الانشطه دي هي الموسيقى والكورال. فالموسيقى والكورال عندنا في اثنين مايسترو، في مايسترو بيدرب الموسيقى وفي مايسترو بيقوم بتدريب الكورال، وهو استاذي الدكتور ضياء عبد الكريم. طبعا احنا بنعمل مسابقه في بدايه العام الدراسي وبنعلن عنها في كل الكليات، وطبعا بيكون في اهتمام بالغ جدا بالمسابقه دي. تمام، وبعد كده بيبدا ينضم للمسابقه دي طلبه بيسجلوا اسمائهم وبييجوا عندنا نسمع الاصوات، وبعد كده بنبدا ان احنا نشوف مين يصلح ان هو ينضم للفريق، وبالفعل بينضم مجموعه للفريق وبيتم بعد انضمامهم طبعا عمل خطه بتبقى مسبقه احنا حاطينها من بدايه العام الدراسي. ازاي هيتم عمل البروفات مع الاحتفاظ برضو بدراستهم، يعني الموضوع ما يجيش على برضو دراستهم. تمام، وفي نفس الوقت بنتعامل مع الموسيقى ان هي طاقه، وفي نفس الوقت يعني مكان ومتنفس للطالب يقدر ان هو فيه يطلع يعني ويبرز موهبته في مكان بيتم ادارته بصوره مستنيره فيها طبعا يعني قواعد واسس علميه طبعا مش عشوائيه اطلاقا. وبنعمل ورش طبعا مختلفه، بنعمل بروفات بشكل مستمر، وفي طبعا الولاد في فريق الموسيقى بيتعمل لهم طبعا بياخدوا دورات في قراءه النوته. يعني مثلا بيجي لي طالب في كليه الطب او في كليه الاداب، مش بشتغل معاهم بالشكل اللي هو ممكن يعني ايه اللي هم بيسموه بالشكل اللي هو الشائع بيطلع بودنه سماعي، لا بنعلمه ده، وبنعلمه كمان قراءه النوته الموسيقيه والسولفيج الغربي، بحيث ان هو برضو ياخد جانب من الجوانب في الدراسه الاكاديميه بجانب طبعاً. الموهبه طبعا ده مهم جدا. صحيح، وطبعا احنا الحمد لله احنا عندنا النشاط ما بينتهيش في الجامعه، دايما عندنا فعاليات مستمره، مؤتمرات علميه وملتقى، عندنا يعني زي ما يقول كده يعني عندنا طابور كبير جدا من الفعاليات المختلفه، دايما فريق الموسيقى والكورال بيكون اساسي في المشاركه فيه. وزي ما حضرتك قلت في البدايه بيعملوا اجواء جميله جدا جدا، القوى الناعمه يعني دايما بتكون مهمه جدا، واداره الموهبه اهم من الموهبه، الموهبه مهمه بس اداره الموهبه بكل فالجامعات ده طبعا صحيح تأكيد. يعني فالجامعه وكل جامعات طبعا بتبقى مهتمه جدا جدا باداره الموهبه، لان ممكن يعني ونشوف في تاريخ الفنانين الكبير ومصر مليانه ارصده من الفنانين لا تنتهي، كتير منهم كان في دور كبير جدا وتاثير مهم جدا من دخولهم في الفرق الجامعيه، كان في المسرح او في الموسيقى او في الغناء. وطبعا الحمد لله احنا لينا نصيب كويس جدا من المراكز في المسابقات المختلفه على مستوى الجامعات على مستوى الجمهوريه الحمد لله. الحمد لله. طيب واحنا بنتكلم بقى على اداره المواهب هروح لدكتور ضياء. حضرتك مهتم كمان بجانب الموهبه وتنميه الموهبه بجانب تربوي،
للمشاركين في الكورال او الطلاب والطالبات؟ بالتاكيد. ليه؟ طبعا احنا المفروض طبعا برحب بحضرتك طبعا والساده المشاهدين. الجانب التربوي عندنا نابع من الجانب الاكاديمي عندنا. طبعا دكتور عمرو زميلي وانا اعضاء التدريس بجامعه المنصوره، فطبعا بنلاقي دايما الدعم والثقه من اداره الجامعه، من اول رئيس الجامعه طبعا الاستاذ دكتور شريف خاطر، وطبعا برضو عشان نحق الحق طبعا برضو كان في داعم لنا قبل رئيس الجامعه الحالي طبعا المريكلو طبعا على رئيس الجامعه طبعا الجديده طبعا الدكتور اشرف عبد الباسط كان رئيس الجامعه السابق برضو، فكان دي اول حاجه لينا دعم ليها. وطبعا بقى سياده النائب استاذ دكتور محمد عطيه البيومي ده دايما دافع كبير قوي 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 للنشاط الطلابي، لان طبعا النشاط الطلابي ده كله والنشاط الفني كله تابع لاداره اسمها اداره رعايه الشباب والطلاب، فهم بيحبوا دايما يستعينوا بالاكاديميين شويه. طبعا مش معنى كده ان غير الاكاديميين غير كفء، لا بالعكس في منهم ناس ممتازه جدا وشاطره جدا، بس عشان طبعا الجانب التربوي ده بما ان احنا دارسين طبعا التربيه الى جانب المواد الفنيه فبنعمل عمليه مزج ما بين الاثنين. احنا دلوقتي زي ما الدكتور عمرو قال قوة ناعمة، القوة الناعمة هيتم استغلالها ازاي؟ عن طريق التربية والفن. وهم طبعا عندنا مختلف العناصر اللي عندنا في الكورال او الموسيقى من كليات مختلفة، يعني مش من كلية التربية الموسيقية بس، لا من صيدلة ومن طب ومن هندسة ومن علوم، من جميع الافع الكليات المختلفة كلها. في بينهم اللي بيدرس الجانب التربوي طبعا، وفي منهم بيدرس الجانب العلمي. احنا بقى المفروض في يعني ده اختياري؟ ده طبعا هو بيجي طبعا التنسيق على كليته، ولكن بقى النشاط الفني احنا بنعمل زي بلان كده في اول السنة، زي مسابقه كده على مستوى الجامعه كلها، بيتم اختيار عناصر فريق الموسيقى والكورال، طبعا بيكون دكتور عمرو هو المحكم فيها وانا محكم فيها برضو، الى جانب بعض اعضاء التدريس برضو من زمايلنا، بحيث نعمل لجنه تحكيم كده وناخد اراء بعض، بحيث لما ننقي العنصر الكويس او حتى اللي نسبه موهبته مثلا، طبعا حضرتك عارفه ان الموهبه دي قدرات طبعا عند ربنا طبعا، فمثلا نسبه 60% 70% هو بيخش نعمل زي حاجه زي ورشه عمل كده وبروفات، بيبدا هو يثقل بقى نفسه فنيا من الجانب ده. الجانب الطلبه برضه الممتاز جدا اللي بحب برضه عن اشكر عليه بقى طبعا الطلبه اللي معانا الجمال دول، اشكر قبل منهم اولياء امورهم اللي بيستحملونا احيانا برضه وعندهم ثقه فينا وثقه في اداره الجامعه ومؤسسه الجامعه والثقه في المدربين والمشرفين الفنيين اللي معانا كلهم طبعا، فانا بحييهم جدا 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 اللي صبرهم معانا وهم عندهم ثقه ان الطلبه دول هيبقوا احسن ودافع احسن ليهم الفن ده وتشجيعهم ليهم، وفي يعني ما شاء الله معانا ناس يعني بيحققوا امتيازات وجيد جدا طبعاً. التقدير العام بتاعهم ما يبقاش الفن بيعطل الطالب بالعكس، فهنا بقى الجانب التربوي مع الجانب الفني بيدعم الطالب ويخليه يطلع زي ما نقول ايه فنان، الى جانب هو مهندس الى جانب هو طبيب يبقى مميز ومتميز وسط زمايله كلهم. زي ما حضرتك قلت قوه ناعمه، واحنا دايما يعني مصر عندها جيش بقى من القوى الناعمه، يعني يمكن لو بصينا كده على تاريخ مصر في الفن لا يعني حدث ولا حرج، فمحتاجين دلوقتي ان احنا يكون عندنا مواهب فعلا، وزي ما حضرتك كلمت هم بيمثلوا مصر بالظبط، قدوه لشباب كتير جدا موجود، يمكن الفنانين تحديدا بيكون ليهم تاثير بشكل ان كان مباشر او غير مباشر حتى على المجتمع وعلى الشباب. طب هرجع لدكتور عمرو مره ثانيه، مراحل التدريب بتكون عامله ازاي؟ معايير الاختيار بتكون عامله ازاي؟ اصلا التقدم للاشتراك في الكورال بيكون ازاي؟ هل الطالب هو اللي بيتقدم ولا انتوا مثلا بتدوروا على موهبه معينه؟ كل ده بيحصل ازاي؟ هقول لحضرتك احنا بنشتغل في الموسيقى والكورال او النشاط ده في الجامعه بحب رقم واحد، انا أكيد. بنحب المكان ده جدا جدا، وكمان زي ما ذكر استاذي العزيز وبقول زميلي هو استاذي طبعا الدكتور دي عبد الكريم ان احنا بنحصل على دعم يعني غير محدود، فالدعم ده بيخلق عندنا مناخ صحي جدا لممارسه الموهبه. والله اقول لسيادتك على حاجه ممكن يكون ليا انا شخصيا كمان يعني، وطبعا للطلبه اللي احنا ان انا شخصيا بتشرف بوجودهم يعني معايا وانا ببقى مبسوط جدا ان هم موجودين معانا طبعا. فاحنا عشان بنشتغل بحب بنبقى حريصين دايما نفضل ننقب عن المواهب، واشوف اي حد بحس ان هو عنده موهبه على طول احاول اتواصل معه وطبعا استدعيه ان هو يجي معانا ونقعد معاه، وطبعا هو لما بيجي بيشوف المناخ الصحي ده على طول بيبادر بالمشاركه ويقعد وياخد يحجز كرسي ليه وينجح كمان. على فكره انا عندي فريق موسيقى على مدار الخمس سنين اللي فاتوا من بدايه التدريب عندي تقريبا 4 معيدين خرجوا من عندنا، يعني انا عايز اقول يعني ايه معيدين، يعني دخولهم النشاط ما اثرش على دراستهم، بالعكس ده هم كمان كان عندي نماذج كانت مستواهم الدراسي متواضع وبعد دخولهم والنشاط اللي عندهم طلع وتوجه صح
التفوق الدراسي. صحيح، خرجوا طاقتهم فبقى عندهم مساحه انهم يقدروا يستوعبوا بشكل اكبر. الى جانب جوانب اخرى يعني هقولها لسيادتك، ولكن بعد كده احنا بنعمل المسابقه، وبعد لما بنشوف المسابقه يعني كل اللي بيجي لي ما بقولوش انت ما تنفعش، اي حد بيجي لي ليه مكان طالما هو جاب قالته وجالي ليه مكان موجود، ودي طبعا تعليمات ودي سياسه الجامعه عندنا في اداره المشروع. حتى لو مستواه بسيط جدا خلاص، طالما يعني هو طالما جه عندي انا احترم يعني وجهه نظره ورغبته في انه يجي يشارك عندي. تمام، احنا عندنا فريقين، في فريق الجامعه اللي هو بيدخل المسابقات القمميه الكبيره زي مثلا مهرجان ابداع، اسبوع شباب الجامعات، الملتقى المختلف على مستوى الجامعات اللي بتنظم كل سنه، وعندنا كمان مركز الفنون. مركز الفنون هو مركز يعني أسسه وزارة الشباب والرياضة في كل الجامعات. بناخد الطالب اللي في سنة أولى وتانية، نبدأ اللي مستواه مثلا 10% نبدأ نعلى معاه سنة، في طالب 10% ممكن يوصل معايا ل 90% تخيلي سيادتك في سنة بسبب المناخ الصحي اللي موجود عندنا في المكان. وبعد كده بنبدأ إن احنا نعمل بروفات بشكل مجموعات صغيرة، وبعد كده بنبدأ نكبر المجموعة لغاية ما اكتمل على الفورميشن اللي هكمل به السنة. تمام؟ بنكتب النوت الموسيقية وكل طالب بياخد النوتة الموسيقية بتاعته، إلى جانب إن أنا بكتشف إن أنا عندي طالب ممكن يكون عندي موهبة التأليف الموسيقي، يعني أنا عندي هنا طالب في هندسة بيعزف على الكيبورد ومن المتفوقين طبعا ما شاء الله، وبيحب التأليف الموسيقي، وإحنا بنعمل بروفات كده فجاني قال لي يا دكتور أنا ألفت حاجة كده تيمة صغيرة. قلت له هنسمعها النهاردة؟ هنسمعها النهاردة بالفعل. قلت له ما تيجي نجرب كده قاعدين مع بعض كطلبة يعني بعيد عني، يعني ده برضه كان شيء أسعدني جدا إن الولاد قدروا ان هم يقعدوا مع بعض، يعني برضه هم طلبه وطالب في طب وهندسه واداب وتربيه والكليات المختلفه، وفي نفس الوقت عنده حب للموهبه بتاعته، مش مجرد بس ان هو يعزف، لا ده بدا يدخل في مرحله ابداع يعني ايه ابداعيه اكثر احترافيه ان هو بدا يالف. بنبدا ان احنا بقى نشجعه، نبدا ان احنا نوجهه بشكل بصوره صحيحه على قد ما نقدر. يعني كورال مش فقط غناء لكن كمان عزف وآلات مختلفة وغناء. وايضا تأليف زي ما حضرتك قلت بالزبط. يعني في كمان موهبة موهبة تأليف هنسمع النهاردة المقطوعة اللي حضرتك قلتها، والحمد لله احنا يعني بنشتغل في بيئة أسرية كويسة جدا. الدكتور ضياء طبعا بيشتغل مع الكورال دايما، وفي الحفلات بتبقى دي بقى يوم عيدنا، بتبقى عندنا عيد والولاد كلهم بيبقوا فرحانين، وبأكد على نقطة دعم الـ 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 الأهل طبعا الولاد. دي اكيد لولا دعم الاهل واهالي اولادنا يعني وشباب بتوع الجامعه الفريق ما كناش هنقدر ان احنا نحقق كل الحاجات ويساعدونا في تنميه المواهب بتاعه الشباب. اكيد بس احنا يعني هنروح نسمع منهم حاجه، انا حاسه ان هم متحمسين، هم عايزين يغنوا. انا هستاذن سيادتك على حاجه، احنا النهارده لما طبعا انا اتشرفت جدا بدعوه البرنامج وتشرفت جدا بوجودي مع حضرتك، وانا وكل ولادي واخواتي اعضاء فريق الموسيقى والكورال جامعه المنصوره، النهارده احنا في يعني في رحاب ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشبياجي، فاخترنا كده حاجه من اعماله وهنقدمها لسيادتك والجمهور، ويا رب نكون عند حسن ظنكم يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نسمع حاجه وبعدين مشاهدينا هنخرج لفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات. We'll be right back.
نرحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة إنه خلال نفس الجولة التفقدية اللي أجراها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمدينة المنصورة الجديدة، قابل بنت زي القمر ياسمين فؤاد كشك وتحدث معها وطلبت منه إنها تعزف قدام سيادته البيانو، وبالفعل لبى طلبها وعزفت ياسمين قدام سيادة الرئيس البيانو. والحقيقة إنه وقتها كمان وجه إنه يكون في مسابقة لاكتشاف المواهب. إحنا النهاردة معانا ياسمين فؤاد كشك منورانا عشان نسمع منها بقى ونسمع كمان الموهبة المهمة اللي عند ياسمين. ياسمين نورانا في برنامج التاسعة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيكي. قوليلي بس قبل ما نبدأ بقى نسمع منك حاجة كده، لما عرفتي إن سيادة الرئيس هيكون موجود إزاي بقى تشجعتي؟ عارفة إحنا ساعات بنقعد نفكر في حاجات كده ونيجي وقت التنفيذ ما نقدرش نعملها. قوليلي وقتها أنت حسيتي بإيه اللي شجعك إن أنت تطلبي الطلب ده من سيادته؟ هي الأمنية دي عندي من زمان، يعني من فترة كبيرة فعلا. يعني انا كان نفسي اعزف قدام سيادته، بس بترتيب اللي هو يعني بقى في تجهيزات وكده وابقى عارفه يعني. اما جت الصدفه الجميله ديت، انا طبعا يعني انا يعني كنت نازله بمشغولات يدويه وكده، فما كانش فيه اللي هو فكره تعملي مشغولات يدويه كمان. ده كان بيها كان في اللي هو افتتاح معرض المنصوره الجديده، فما يعني ما كنتش ايه عامله اعدادي خالص او كده لان هيبقى فيه عزفه او كده. بس الحمد لله كانت صدفه جميله قوي. طلبت الطلب طبعا من سيادته لان ده شرف كبير قوي ليا. بس الحمد لله. كان معاكي بقى ساعتها؟ لا، كان بيانو الفرقه الجميله اللي موجوده معانا النهارده. طيب هي قولي لي بقى، لما هو قال لك يلا اعزفي قدامي وعرفتي ان هو خلاص بيسمعك دلوقتي وخلاص دلوقتي بقى احنا مرتبين ولا كان في فرصه ان احنا نجهز وخلاص لازم تعزفي؟ تمام، اللي هو لا انا لازم اتعامل مع الموقف. يعني هو طبعا كان في توتر، او والبيانو طبعا مش عارفاه، يعني لما بيبقى البيانو مش بتاعي بيبقى يعني في اختلاف مثلا في بعض المسافات، بعض حاجات ما ببقاش متعودة عليها. بس دي اللي هي التوتر اللي كان موجود، اللي هو بس اللي هو أنا هعزف على بيانو مش بتاعي. بس فجات في بالي طبعا حاجة قريبة لقلبي قوي، كان ساعتها مقطوعة الفنان عمر خيرت اللي أنا بحبه جدا وأتمنى أقابله طبعا. فدي كانت على بالي، يعني كانت هي قريبة لقلبي قوي، فجات في لحظتها بقى اللي هو أنا لازم أتصرف. لا وانت تصرفتي الحقيقه خير التصرف، وكمان احنا يعني نتمنى انه الفنان طبعا الموسيقار الكبير عمر خيرت يكون دلوقتي بيشوفنا ويسمع ان انت نفسك تقابليه، وان شاء الله كمان يقابلك ويعني وتحتفلي بقى كمان. ياسمين الحقيقه انت عملتي يعني الناس كلها بتتكلم عن موهبتك وشافت ادائك وادائك المفاجئ اللي ما كانتش بترتب، فهتسمعينا ايه دلوقتي؟ حابه تعزف لنا ايه دلوقتي؟ هو في حاجه احنا اخترناها اللي هي يا حبيبتي يا مصر. طبعا دي مش لوحدي طبعا، بصحبه الكورال جامعه المنصوره. يعني ان شاء الله تعجب باذن الله. ان شاء الله. اتفضلي. اوكي. Thank you.
طبعا بنشكر كرال جامعه المنصوره وياسمين، بنشكرك وبنحييكي. بس عايزه اعرف منك انت موهبتك بقى بدات من امتى، ازاي قدرتي تنميها؟ موهبه العزف طبعا هي بادئه من المدرسه، بادئه من زمان قوي. طبعا كان في ورا البدايه طبعا يعني حب الاله نفسه جه من مايسترو كبير اللي هو حب استاذي طبعا اللي علمني كل ده. بعد كده جيت انا بقى لما دخلت الجامعه وكده حبيت ان انا اطور نفسي، يعني اللي هو اسمع حاجات كتير، اللي هو يعني اخد خبره برضو، وفي نفس الوقت استاذي ما سابنيش. بعد كده اتقابلت طبعا بفرقه الجامعه طبعا، شاركت معاهم في حاجات كتير وطلعت مسابقات ونجحت فيها الحمد لله. ده كان داعم كبير ليا طبعا ان انا اكمل طبعا. الحمد لله بعد كده بعد ما اتخرجت يعني كملت الطريق ودخلت بقى حفلات احتفالات وحاجات كتير الحمد لله برضو نجحت فيها وكده لحد ما وصلنا هنا. ولسه يعني لسه مجال الموسيقى مفتوح، اللي هو فيه تعليم يوم عن يوم طبعا. ده طبعا انا معايا حاليا اساتذتي دلوقتي اللي واقفين جنبي طبعا، دكتور عمرو ودكتور ضياء طبعا، ده دلوقتي الاساس اللي معايا. متخيلهم مبسوطين بيك ازاي؟ ربنا يبارك فيهم يا رب طبعا. طيب دكتور ضياء، يعني طبعا ياسمين لما قابلت سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلبت انها تعزف قدامه، هي كانت ساعتها طلبها ان هي كانت عايزه تنضم ل فرقه الموسيقى العربيه، لكن انتوا تواصلتوا مع ياسمين وحققتوا لها كمان اللي هي كان نفسها فيه. احكي لي عن اللحظه دي والقرار ده جه يعني انطلاقا من ايه؟ هو طبعا عشان نحق الحق برضو صاحب الفرصه في دي والدافع ده دكتور عمرو مرسي طبعا، هو كان متواجد طبعا في وقت الحدث ده على الممشى، وكان طبعا اتفاجئ ان ياسمين جايه وعايزه تعزف وبتاع. فمجرد ما هو شافها وابدت رغبتها ان هي تشارك للفريق الموسيقى العربيه، فهو قال لا يعني ايه. طبعا الموسيقى العربيه طبعا جميله جدا وكل حاجه، بس هي اصلا خريج جامعه المنصوره، واللي عرفت طبعا عنها كانت حضرت ماجستير وناقشت يعني ما شاء الله. عملت ماجستير في مجال الموسيقى اللي هو ربط مجال المسرح في الادب الانجليزي بالمؤثرات الصوتيه الخارجيه عشان اربط تبقى الموسيقى مدعومه بعلم يعني طبعًا. او بالدراسه. فياسمين ما شاء الله يعني روحها واحاسيسها ومشاعرها كلها فنيه جميله، سواء فنون تشكيليه او سواء موسيقيه. فطبعا دكتور عمرو طبعا البركه فيه زي بنسميه دايما ايه المغناطيس، يعني ما شاء الله عليه عنده كده فكره انه او بمجرد بيشوف حد بيبقى عارف الشخص ده قدراته ايه ممكن يطلع منه ايه. كشاف المواهب مظبوط بالظبط يعني ما شاء الله عليه. يعني الدكتور ضياء متواضع، وطبعا دي مسؤوليه. الكلام اللي بتقوله يعني اختنا الغاليه والفنانه الجميله ياسمين دي مسؤوليه يا رب نكون قدها، يعني بتمنى ان احنا نكون قدها ان شاء الله باذن الله. واحنا انا قلت لها خلاص يا ياسمين، يعني احنا النهارده بنقول ممكن، هي ياسمين بتقول انا عايزه انضم لفريق موسيقى عربيه، واحنا النهارده بنقول لاي فريق موسيقى عربيه ممكن، ياسمين تقدر وغير ياسمين. وهي شاركت، وعايز اقول لحضرتك ان هي عملت يعني بروفا في وقت قياسي يعني جدا. احنا عملنا بروفا واحده على فكره. صحيح بروفا واحده صحيح. ما شاء الله، يعني احنا مش بنقول ممكن الحقيقه يا دكتور، احنا اثبتنا انه ممكن، احنا شايفين ده بيحصل اهو قدامنا. وبيحصل يا فندم صحيح وبيحصل. ويعني هي قعدت وسط الفريق، واحده من الفريق اللي بيتدرب على طول مع بعض وبيعمل بروفات، والحمد لله يعني بنتمنى ان احنا نقدر نقدم لياسمين اللي هي محتاجاه فعلا ان شاء الله باذن الله، ولكل اولادنا بقى الشباب في الفريق ان شاء الله باذن طبعا الله. طبعا اكيد. طب ياسمين انت شايفه ان انت محتاجه ايه؟ انا محتاجه ان انا يعني اشارك في حفلات اكتر. يعني هي مشكله مثلا يعني المنصوره بتبقى الاحتفالات بسيطه، مش زي طبعا احتفالات القاهره وكده. فانا يعني محتاجه ان انا انزل اتمرن اكتر، اشارك في احتفالات اكتر، وطبعا شرف كبير ليا ان انا ابقى موجوده في نطاق الاوبرا. انا ما عنديش يعني اي مشكله في ان انا مثلا تعالي هاجي حالا، ما عنديش مشكله والله لو ايه حصل. يعني انا بالنسبه لي الحمد لله حب الموسيقى طاغي على كل حاجه. يعني انت طلبك اهو دلوقتي، انت على شاشه القناه الاولى وبرنامج التاسعه، وكل الناس تسمعك، وان شاء الله ان شاء الله يعني كل طلبتيه
هيتحقق. بس دلوقتي خلينا نروح نسمع حاجه، ومايسترو طبعا هتتفضل على المسرح مع الشباب الجمال دول. هتسمعونا ايه بقى دلوقتي؟ نسمع ايه؟ هنسمع مفاجاه. في هي مفاجاه ومش مفاجاه. تمام. هو خلاص مش هقول بقى. Yeah.